جديد برحب بحضراتكم. أعلنت وزارة التجارة الحرة البريطانية أن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ. ومن المقرر أن تطلب وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ، بينما أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام. ويعد الاتفاق شراكة اقتصادية إقليمية شاملة، ويضم 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، ولا يشمل الولايات المتحدة. وتساهم الدول المنضوية فيه بنحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا. عبر سكايب من لندن ينضم إلينا الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور أرحب بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة، كيف تابع تفاصيل هذه المحاولة لانضمام بريطانيا إلى هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة أو شراكة شاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ؟ برأيي أن أستاذة لما أن هذا الأمر هو فوائده طويلة الأمد، لأن وليست في المدى القصير، إنما خطة إعلامية وتجارية لبريطانيا للقول أنها بعد شهر من ترك الاتحاد الأوروبي عمليا هي تفتح الأبواب، وعندها الآن نوع من 60 شراكة تجارية في العالم، اتفاق تجارة جزء منها متابعة لما حصل مع الاتحاد الأوروبي كما الحال مع مصر، مع جمهورية مصر العربية، ويمكن زيادة هذا الأمر، لكن هي تريد أن تزيد، وبالتالي لها اتفاقات مع 7 دول من هذه الأحد عشر، أهمها اليابان، وتريد بالطبع أن الدول المتوسطة، لكن الأمر المهم أن الولايات المتحدة ليست فيه والصين ليست فيه، الدولتان ربما ترغبان بالانضمام خصوصا بعد وصول بايدن إلى سدة الرئاسة. هناك الكثير من البدائل التي بدأت بريطانيا في بالفعل الانضمام لهذا، كانت عبر شراكات مع دول أو حتى شراكات مع اتفاقات دولية اقتصادية مثل هذه. دكتور برأيك إلى أي مدى هذه تعد بدائل جيدة في هذا التوقيت بعد البريكزيت لبريطانيا؟ هي مهمة للقول للشارع البريطاني وخصوصا المؤسسات التجارية حي المال والأعمال، ولاسكتلندا كذلك التي صوتت ب 65% تريد أن تبقى في الاتحاد الأوروبي، إذا لها رسالة سياسية لأقاليم المملكة المتحدة. رئيس الحكومة بوريس جونسون يحاول أن يغازل اسكتلندا لعدم المطالبة باستفتاء ثاني على الانفصال، هذا واحد. اثنين، عقدت بريطانيا اتفاق تجاري او وقعته باكتوبر الماضي مع اليابان، وارى ان هناك مجال للتوسع. من مركزي هنا في لندن ارى ان الشركات اليابانيه خصوصا ميتسوي التي لها مقر اوروبا والشرق الاوسط موجود هنا في لندن، وسانتوري المتخصصه في المشروبات الغازيه وفي المشروبات الروحيه وغيرها تريد أن تتوسع، أعلنت صفحات كاملة في الصحف البريطانية زائد ملكية صحيفة الفاينانشال تايمز المحترمة من مؤشر نيكي الياباني. إذن التعاون الثنائي الياباني البريطاني وهما قوتان مؤثرتان، اليابان هو رقم 3 في العالم من ناحية الحجم الاقتصادي، بريطانيا رقم 5 أو 6، هذا يؤثر برأيي لتجنب سيطرة الصين الحاصلة منذ 20 سنة و يعني المتغولة على الاقتصاد الدولي، ليس إلغائها إنما عمل توازن حتى لا يحصل نوع من احتكار للصناعات، وبريطانيا تراجعت من 20% سهم الصناعة إلى الآن 9% من اقتصادي. دكتور هذا متعلق بالشركات الثنائية، الشركات مع الاتفاقات متعددة الأطراف، يعني على سبيل المثال هذه الشركة لندن ستتقدم بطلب للانضمام، هل مثل هذه الشركات تأتي بالموافقة بشكل سهل أو لين، أم أنها ربما غير محسوبة أو ما زال هناك يعني رؤية أخرى لهذه الشركات متعددة الأطراف؟
أستاذة لما سؤال ممتاز، لأن هناك وجهة نظر تقول أنه من السهل الانضمام لها، لأن أحكامها ليست لنقل حازمة مثل الاتفاقات الثنائية. هي نوع من اتفاق لتوسيع التجارة لكن طويل الأمد، وبالتالي ربما تتساهل في مثلا القيود أو النظم بالنسبة للسلامة الغذائية، وربما اتهامات بنوعية السلع المصنعة بأنها تكون أقل جودة مثلا من التي يفرضها النظم التي تفرض الاتحاد الأوروبي. هذه تهمة، لكن هي أقول هي نوع من قالب خارجي وقشرة خارجية للاتفاقات الثنائية. إذا نجحت الاتفاقات الثنائية برأيي هذا أمر يعطي فكرة أوسع لتوسيع أطر الأسواق، يعني أسواق الاستثمار، وهذا أمر مهم لأن بريطانيا عندها ربما 40 بليون دولار استثمارات وحجم تجارة مع هذه الدول، هي تريد أن تزيدها، لكن أقول الأساس هو في اليابان وتريد أن تزيده أكثر. مع اليابان 36 بليون أظن، والدول الأخرى ربما 40 بليون. إذا تريد الزيادة، لكن لب الأمر كما قلت اليابان 2، أستراليا، لأن بريطانيا تريد هذا الأمر، وعندي شهادة بأن رئيس وزراء أسترالي سابق هو كبير المستشارين لوزارة التجارة البريطانية، وبالتالي هو من يقوم بإسراء هذا الأمر. إذا أستراليا ونيوزيلندا وكندا الأنجلو ساكسون برأيي هم لولا بهذا الأمر مع اليابان. وضع الصين الآن في الشراكات الحالية مع بريطانيا كيف تقيمه دكتور، في ظل طبعا بحث بريطانيا دائما عن بدلاء أقوياء لما بعد البريكزيت؟ برأيي بريطانيا انقسمت مع إدارة ترامب بالنسبة للصين. هي فتحت الباب للاستثمارات الصينية، خصوصا في البنية التحتية. بريطانيا جائعة لتحديث بنيتها التحتية، مشاريع ربما ب 50 بليون دولار بمرحلة أولى، خط سريع للقطارات من الشمال إلى الجنوب، هناك عثرات، لكن الجسور ويعني الطرق السريعة كله يحتاج إلى استثمارات عربية صينية وروسية، لأن أغلب الاستثمارات برأيي تأتي للعقارات وللأمور سريعة الربح، ربما في الأسهم وغيرها في المزارع، إذا عقار. لكن الآن نعم صحيح، هناك بعد ضغط الرئيس ترامب هناك بعض البرودة والقيود الأمنية، خصوصا لمؤسسات مثلا شركة أو محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية، للقول أن الصين ربما استثمارها مرحب بها، وربما 25% من حجم المشروع، هناك نية بريطانية بتقليص هذا الأمر. هذا واحد. اثنين، المؤسسات الاتصالات هواوي، قوانين بريطانية لعزلها من الجيل الخامس في الاتصالات بضغط من ترامب، ولا أرى هذا الأمر سيتغير. الآن مع إدارة بايدن، نعم بريطانيا تريد استثمار صيني، لكنها لا تريد مثلا الطلاب، عندي 100,000 طالب صيني هنا في بريطانيا، إذا تريد الأموال ولا تريد المخاطرة بالأمور الأمنية. زائد الآن برأيي كعين بريطانيا على عقد تجاري، اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وبالتالي لم يحصل مع ترامب، ربما يحصل مع بايدن. شكرا لك دكتور على هذه المتابعة والمداخلة معنا عبر سكايب من لندن، الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي.